نروح من فيفيان ونروح لأستاذة فيبي في كندا. كنت عايزة أعرف من حضرتك إزاي بدأتي في مجال التعليم، وعايزة أعرف أكتر عن فلوبيتير كوليدج في كندا. Sure. هو المجال التعليم ده كان بسبب جدتي. مامتي كانت مدرسة في البحيرة زمان، أيوة. وأنا كنت متعلقة بيها جدا، فطول عمري بقول أنا عايزة أبقى زي تيتا، عايزة أبقى مدرسة. لما كبرت شوية وابتديت أقابل طلبة من اللي هم اتخرجوا من تحتها، يعني من فصولها وكده، وإن هم بعد سنين وهم في الغربة لسه متعلقين بمس ماتيلدا، حسيت ان المدرس ده هو اللي بيعمل كل الكاريرز التانية، او كل الناس لازم تطلع من الفصل عشان يبقى طبعا دكتور وصيدلي وكده. طبعا فقررت ان ده اللي هعمله، وزي ما اتقال من قبل كده ان احنا ندخل هنا تربوي، الموضوع صعب، يعني الموضوع مش سهل. بتدخلي الاول صحيح بتخلصي يونيفرسيتي ديجري وبعدين بكالوريوس وبعدين بتدخلي التربوي، صحيح فالطريق طويل، لكن هو ده اللي كنت عايزه اعمله. يعني حتى لما بتسأل دلوقتي عايزه تعملي ايه بره مجال التعليم، انا ما عنديش حاجه، هو ده. طب و يعني وجواه في ابتكارات بقى، يعني ده المهم. مدرسه فلوباتير الحقيقه في سبتمبر الجاي هتكمل 25 سنه. انا عايزه اعرف على من حضرتك حاجه كمان برضو، ازاي اتفضلي. بتربطي الطلبه في كندا بمصر، وخاصه موضوع التبرعات اللي حضرتك عملتيها؟ زي ما قلت المدرسه ابتدت من الجاليه المصريه الابتدائيه هنا، ومفتوحه ايوه لكل الجنسيات والناس كلها فيها من كل الباك جراوندز. لكن الحقيقه وقت كوفيد خلانا نفكر اوت اوف ذا بوكس زي ما انت بتقولي يا مها، بره الصندوق. ايوه يا بره الصندوق. والحقيقه ان احنا كنا ابتدينا في 2016 نعمل رحلات للجيل الثاني والثالث من ايوه خلال وزاره الهجره، كان ساعتها معالي الوزيره نبيله مكرم، ايوه وابتدى يحصل ارتباط بمصر من خلال الرحلات دي. ايوه واخر رحله كنا فيها كان 20 مارس 2020، وقت لما الكورونا became a pandemic. ايوه كانت جائحة. فرجعنا جائحه كورونا قفلت العالم، قفلت مصر شوية، قفلت كندا لمدة سنتين ونص. ايوه فطبعا كان لازم الواحد يكمل الارتباط اللي هو ابتداه مع الولاد دول في مصر. طبعا فجت فكرة مبادرة حياة كريمة. ايوه وأنا فاكرة اتعزمت على زوم ميتنج في أمريكا كان مع وزارة الهجرة، وكانوا بيتكلموا على تبرعات لمبادرة حياة كريمة. ايوه وبسرعة بعد ما خلصنا تواصلت مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم في الوقت ده، وقلت لها احنا مش أمريكا، احنا كندا. ايوه فكندا لوحدها، وعايزين نعمل نفس الحكاية، وعايزين نلم تبرعات لمبادرة حياة كريمة. بنشكرك وابتدى طبعا، يبقى ما في نسيتيش المسؤولية المجتمعية هناك، يعني نجاحك ما خدكيش عن بلدك والانتماء ليها. ورسالتك ايه اللي حضرتك عايزة توصليها لكل الشباب اللي يسمعوا حضرتك بعد التكريم ده، في مسج كده لطيفة من حضرتك؟ المسج؟ التكريم ده مسؤولية زي ما قلت، حاجة أنا هفتخر بيها. طبعا في تكريمات تانية كتير اتاخدت، لكن إن أنا أتكرم في بلدي ومن الرئيس بتاع بلدي ورئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مثل للقيادة. أنا بفتخر إن هو الرئيس بتاع بلدي. فإن أنا أتكرم مش بس في مصر، بس برضك في اسكندرية اللي أنا اتولدت فيها دي، كانت حاجة كبيرة قوي وحلم بعيد، لكن ربنا سمح ان الحلم ده يبقى حقيقه. ف never stop dreaming، عمرك ما تبطل الحلم، لان الحلم ده هو اللي بيخليك تبص طبعا لقدام وتعمل طبعا وتربط نفسك بالاصل بتاعك، اللي هو انا فخوره ان انا مصريه راجعه كندا. بالتكريم ده لكل واحد مصري عايش في كندا بقول لهم لما سلمت على سياده الرئيس انا سلمت عليه بالنيابه عنكم. ايوه حاجة أخيرة، الولاد امبارح في المدرسة الصغيرين ايوه لما دخلت وشافوني عايزين يسلموا على نفس الإيد اللي الريس سلم الله عليا بيها. الله الله الله. فقلت لهم هي دي. احنا اللي فخورين ان ألف احنا شكر. بجد كنا ان انت موجودة معانا،
ودول الأطفال في كندا عايزين يسلموا عليكي عشان سلمتي على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صح الكلام ده؟ مظبوط، لكن امبارح أيوه.